لو جينا طلعنا هاي تشبه البروسس الأصلية، بس البروسس الأصلية إحنا أهملنا فيها انتقال الحرارة ما بين الهيتنج إليمنت والفلويد. نرجع نفس البروسس اللي بتشبه البروسس السابقة. في عندي ستيرر هون تعمل لي بيرفكت ميكسينج. فهي بتضمن إنه درجة حرارة المحلول كله هذا كلها درجة حرارة في، ما في اختلاف، فيش جريدينت، فيش اختلاف في درجات الحرارة. في عندي هون إلكتريك هيتر بتعطيني فلو كيو واللي هو وحدته واتس أو فلويد بير سكند. فعندي بمر هون كرنت وهذا بقدر اتحكم فيه، بقدر اغير الفلو تبع الانرجي الموجود. راح اخذ من هذا، انا هدفي هون اني ارفع درجه هذا المحلول لدرجه معينه. عم بدخل عندي هون عندي فلو دبليو بكيلو جرامز بير مينيت مثلا او كيلو جرامز بير سكند. عندي تي ان تبعت المحلول اللي داخل، العادة راح تكون درجة المحلول هذا أعلى من درجة المحلول اللي داخل هون، هذا الهدف عشان هيك أسخن المحلول فبرفع درجة حرارته. ستيرر تفترض إنه عندي هون بيرفكت ميكسينج، فكل درجة الحرارة هون، هذا بنفترض طبعاً لو بدنا نرد نطور الموديل أكثر راح آخذ بعين الاعتبار إنه درجة الحرارة هون ممكن ما تكونش نفس درجة الحرارة هون، وهون بدي بصير سي اف دي كومبيتيشنال فلويد داينامكس. عندي هون راح أفترض درجة حرارة المحلول تي، وانه الماس تبعته هون ام. هلا الاختلاف هلا راح يصير انه راح افترض انه هذا الهيتر فيه له ماس وفيه له تمبرتشر، راح يكون عندي هون تي اي للهيتنج اليمنت، اذا اي بترمز لل هيتنج اليمنت. خلينا نراجع من هون نذكر حالنا بسي. هلا هاي هون الثيرمال كوندكتيفيتي، هاي سبيسيفيك هيت كاباسيتي راح نوزنها بالرمز سي، واللي هي جولز كيلوغرام بير كيلوغرام. هاي بتشبه الكتريكلي كاباسيتنس، وهاي بتشبه الكتريكلي ريزيستنس. راح افترض هلا هذا المحلول هون عندي ام، هلا هون راح افترض انه عندي تي اي ام اي، راح افترض هون عندي احطهم بلون ثاني، احط هاي بلون ثاني. عندي هذه كيو، هذا عندي تي اي. فانا صار عندي هلا تو فاريبلز. بالاول انا كنت افترض انه انتقال الحراره لحظي مباشره انستنتينيوس ما بين هذا الهيتر وهذا الليكويد، فما كنت اميز ما بين تي للاليمنت الهيتنج اليمنت وتي للفلويد. لكن وجدنا من ناحيه واقعيه انه درجه حراره الهيتر اعلى من درجه حراره الفلويد، وفي وقت حتى تنتقل الحراره من هون لهون، وفي عندي ثيرمال ريزيستنس. إذن هذا راح افترضه تي اي، وراح افترض للمادة هاي عندي سي اي وام اي، وراح افترض انه للمادة في الفلويد عندي ام وتي وسي. فعمالي بقول هذا الفلويد مثلا لو كان هذا مي ايش بتكون سي؟ سبيسيفيك هيت كاباسيتي للمي، مين بتذكر الرقم؟ 7000 4200 جولز بير كيلوغرام بير كلفن. لو هذا السائل كان مي مثلا طبعا درجه حراره معينه. فالمشكله الثانيه الان انه كمان في عندي ريزيستنس لانتقال الحراره.
عندي بين هذا الهيتنج إلمنت من هون وبين الفلويد في عندي إشي اسمه HE هلا رح أحكي عنه اللي هو له علاقة بالثيرمال كوندكتيفيتي وفي الأريا AE فـ AE the area of contact between the heating element and the fluid HE بتساوي KE في thickness كأنه في عندي thickness للresistance للانتقال ففي عندي KE في D KE ايش وحدتها؟ تكون زي K مظبوط تحطوها هون هاي thermal وراح تكون هاي watts per kelvin per meter عفوا هاي مقسومة على D تساوي واتس بير كلفن اذا اتش اي بتمثل صعوبة انتقال الريزيستنس اللي موجودة للانتقال او هي طبعا هون اتش اي سهولة انتقال الثيرمال كوندكتيفيتي اللي موجودة هون خلصنا من دي مباشرة اخذناها بعين الاعتبار فطلع معي الوحدة النهائية هاي اتش اي موجودة هلا لو ضربت اتش اي في اي اي شو بتعطيني الوحدات؟ ايش وحدة اي اي؟ متر سكوير متر سكوير لو ضربت هاي في هاي بتعطيني متر ماينس 2 متر ام تو ذا ماينس 2 في ام 2 هذول بيشطبوا الاثنين مع بعض شو بتطلع الوحدة النهائية لهم؟ واتس بير كلفن معناها بس بدي اعرف الفرق بين درجة الحرارة ما بين الهيتنج المنت والفلويد حتى اطلع سرعة الفلو تبعت الهاي في عندي فلو على فكرة راح يكون يدخل على الهيتر اللي هو كيو من وين هذا جاي؟ فلو للهيت من وين جاي الكيو؟ من السورس الكهربائي مظبوط؟ هذا رح يكون عبارة عن طاقة كهربائية كيو رح يتحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية في الألمنت بس لسه بدها ترد تنتقل هاي الطاقة الحرارية اللي تكونت في الألمنت تنتقل من الألمنت إلى الفلويد هون في عندي ريزيستنس أو ثيرمال كوندكتيفيتي ما بين الاثنين اتش اي أنا أخذتها بعين الاعتبار أوريدي قسمتها على دي ثيكنس ما بعرفش إيش هم الرقمين هذول بس أعطتني الوحدة النهائية اللي هي واتس بير كلفن بير سكوير متر إذا عرفت كل سكوير متر من عرفت المساحة بقدر أضرب هذول الاثنين في بعض فصار عندي هلا HEAE هاي الثيكنس كأنه عمالنا بنحكي هون إنه عندي هذا الهيتنج إلمنت في ثيكنس للمادة اللي عم تنتقل يعني إذا بدك نرسمها بهذا الشكل نفترض هاي الهيتر وفي داخله إذا عمركم شفتوه مثلا بيكون عندي هون زي هيتنج إلمنت والهيتنج إلمنت هذا راح تنتقل الحرارة منه إلى خارج من هون. لو هاي المادة فرضنا هون في عندي مادة لها ثيكنس معينة وهي اللي عم بفتش على الثيرمال كوندكتيفيتي تبعتها كأنها الثيكنس هذه دي تبعت المادة هاي. بس أنا ما دخلتش بتفاصيلها كثير أخذناها بعين الاعتبار فرضنا إنها الرقم هذا جاهز من هون. طبعاً كل ما كانت الثيكنس هذه أكثر راح تزيد الريزيستنس راح يصير أصعب انتقال الحرارة ما بين إذا لو ضربت HE في AE الآن راح تطلع معي الوحدة النهائية اللي هي كأنها Thermal Conductance أو هي Thermal Conductivity بس بوحدة Watts per خلص جاهزة هاي واتس بير واتس بير واتس بير كلفن وضربنا احنا في الايه في الاريا هون جاهزة فبتعطيني واتس بير كلفن فكل ما يصير عندي اختلاف في درجة الحرارة بين مين ومين درجة الحرارة بده يكون؟ بين الهيتنج المنت والفلويد فلما يصير عندي فرق بين درجة الحرارة بين الهيتنج المنت والفلويد اذا هذا فرق في درجة الحرارة ضربته في هذا الكوفيشنت راح يعطيني واتس الواتس احنا هون بالنسبة لنا هي فلو وحدته جولز بير سكند